على إثر إطلاق سراح خلال الأيام الأخيرة المسمى دانييل من جنسية إسبانية الذي أدانه القضاء المغربي، يقدم الديوان الملكي للرأي العام العناصر الإخبارية والتوضيحات التالية: أولاً، لم يتم بتاتاً إخبار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأية كيفية كانت وفي أي لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر عليها. ثانياً، من المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانييل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها. ثالثاً، إن صاحب الجلالة بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا وبالخصوص الأطفال وعائلاتهم لن يدخر أي مجهود لمواصلة إيلائهم برعايته، وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة بالتأكيد تمسك العاهل الكريم بمجموع القيم الأخلاقية التي لا تتغير وبمركزية الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الطفولة، وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد كل محاولة للمساس به من قبل الأعمال المدانة من الضمير الإنساني. ولهذه الاعتبارات جميعها قرر صاحب الجلالة بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق سراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة. وستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تأطير شروط منح العفو في مختلف مراحله. ونواصل أنباءنا بالمجال.